ما تخلوه يتقدمكم. لو انا ولو اي زول اخر، السلطه عادت للشعب ويجب على الشعب ان لا يفرط فيه. والبلد ما بيبنيها الحكومات، يبنيها الشعب. اختار الزول، اختار الزول والناس اللي الثورة دي ما عندها كبير، الله يكرمك، كل الشعب وشهداء البلد، الله يكرمك، 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 الكبير هو السلطة والقرار بتاع الشعب، الله يكرمك، والمقدس عندنا هو الشهداء ودماء الشهداء. الله يكرمك، دايرين حق الشهداء كامل. البلد اتحررت واتبقى لها انها تتبني، نعم، وكلنا حنبني بلدنا دي باذن الله. البلد ضيعت فرص كثير جدا من الاستغلال لغاية دي الوقت. احنا واحدة من خياراتنا انه ما عندنا اي خيار اخر غير انه نبني هذه البلد. دي اخر اتيحت للسودانيين ان شاء الله، يا يبنوا بلدهم يا يفرتقوا بلدهم بيدهم. امسكوا سلطتكم وامسكوا شرعيتكم في يدكم وابنوا البلد بالناس اللي عايزين يتقدموكم ويحققوا مصالح البلد مش مصالحهم هم. الله اكبر، مصالحهم هم. الله اكبر. السلطه 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 دي حاجه كعبه جدا. لو الشعب ما حزم امره وما فرض سلطته على الناس المتقدمين له، الناس بيحولوا السلطه بتاعت الشعب لمصلحتهم هم. مدنيه. لما نزلت من الطياره اللي جيت عربيه خاصه موجوده كان ممكن امشي اركبها. لو ما عارف في شعب اذا مشيت ركبتها. مدنيه. سلام وعداله. عايش خيار الشعب. حريه سلام وعداله. عايش خيار الشعب. حريه سلام وعداله. عايش خيار الشعب. حريه سلام وعداله. بعدين بعدين البلد دي من الاستغلال لغايه بالوقت لو حتى مدنيه. النخب السياسيه في البلد قسمتنا، يا قسمتنا بعجزهم في بناء التنميه وقسمتنا على طبقات مدنية، يا قسمتنا بعجزهم في التعبير عن التنوع في السودان وقسمتنا على جهات وإثنيات. هذه الثورة يعني هزمت الانقسام الاجتماعي وهزمت الانقسام الطبقي. احنا شفناكم احنا برا كيف انتم بتتقاسموا اللقمة في ميدان الاحتصام. ده انهزام مدنية. الله اكبر. البلد ما بيبنيها شهداء ساحه الالتزام. مطلب شعبي ولا ما نقبل الديه. الدم فساد الدم. ما بنقبل الديه. البلد ما بيبنيها زول واحد ولا بتبنيها مجموعه واحده. البلد بيبنوها كل السودانيين. نعم. الثوره دي حققت وحده السودانيين، وعليكم الا تفرطوا في هذه الوحده. واي زول او اي امراه عايزه تفرط او عايز يفرط في وحده السودانيين ما تدوه مجال. احنا توحدنا ولاول مره نشوف رقبتنا. احنا سودانيين لا بنشوف نفسنا من حيث اللون ولا من العرق ولا من اللسان. مرمط كرامتنا والله. مرمط مكرامتنا. امشوا لقدام وتتقدم كل الشعوب في المنطقه. الشعب السوداني شعب عظيم. عظيم. الدوله السودانيه دوله عظيمه. اذا ما لقت ناس صالحين ونساء صالحات ما في زول لا في المنطقه ولا في العالم بيتقدم عليكم، لا من حيث الاخلاق ولا من حيث القدره على البناء. انا شاكر لكم. وانا والله صراحه ما كنت عايز اي زول يستقبلني. انا ما عملت اي حاجه في الثوره دي عشان استقبل ولا عملت اي حاجه عشان الناس يهتفوا باسمي. اذا في زول واحد عنده الحق راجيك الناس يهتفوا باسمه هم الناس اللي ضحوا بدمائهم من اجل ان يتحرر الشعب السوداني ويخطط طريقه نحو النهضه والتقدم. ما في زول اخر عنده الحق ياخذ ميزه بتاعت نضال على الاخرين الا الشهداء اللي دفناهم لما اهدونا نحن حريه كامله الدسم. انا ما بستحق اي زول يهتف باسمي. تستحق اكثر يا استاذ. تستحق اكثر. ولا تستحق اكثر استاذ عائشه. خلف دون دمي بشر مجا زارت الشهيد مطر في بابا حتى بعدك مجا ضدت القسم. ولذلك 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 ما تخلوا زول يتقدم عليكم. انتوا الشارع وانتوا السلطه. انتوا تقدموا لنفسكم وسوقوا معاكم الزول المعترف والقادر انه يتحمل الاجنده بتاعتكم، الاجنده الوطنيه وبناء الدوله السودانيه. ان شاء الله. شكرا جزيلا. ولتلاقوا في ميدان التنميه ان شاء الله.